ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ري الأيام البكى صار قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جواته. مثل الأيام كنا أنا وإنت، بقلبك محلي وجوه قلبي إنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ريت الواطف هادي وين بده يكون؟ يعني بأوضته. شو بدك منه؟ يا وسام بحياتي يا امي، شو بدك منه؟ روح خلك روح روح يا وسام يا وسام يا وسام يا وسام يا وسام. جربوا يخطفوها لجنى، جربوا يخطفوها لجنى قدام البيت. حتى لو بكاله قويه كانوا هلا خطفوها. وابصر شو عملوا فيها. روح عليك ولادي. انت بدك تخطفها يا كلب يا سامح يا واطي يا سامح. بتركوني يا سامح؟ بتركوني عليه؟ بتركوه؟ هلا بحكي معه. انا خليك عم بيتي. انا بحكي معه. انا بدي اشوف دور بشوي البيت. روق بابا روق. هيدا جوزها وبده اياها بالحلال. تنجح لما تضل صايعة وضايعة وفلتيني مع هديك عم تضحك عليها. تنجح روق فيلم البيت. روق فيلم البيت. شوف دور بوجهك. تركوه تركوه. خلص قوم طلع من بيتك. طلع من بيتي. طالع من بيتك بيي طالع. بس انا فرجيكم شو بدي اعمل فيكم. ما يضبي لي اغراضي رح اجي اخذهم بعدين. شو؟ انا فرجيكم شو بدي اعمل فيكم. شو بدك تعمل وليه؟ واحد بقى قاصر بلا كرامه. فرجيني شو بدك تعمل. شوف شو بيطلع مني يا جاكر. ليه روح؟ الله لا يهلك ان شاء الله. فادي فل طول لي ما بعرف كيف توصل لي. فادي يا حبيبي يا عم ارجع ارجع. روقوا يا جماعة روقوا. شو صاير؟ بدك اياها نروق أكثر من هيك؟ بدنا كل الليل نايمة برات البيت. بدك اياها نروق؟
بنتك بالحفظ والصون صدقني ليك عند اخي هو وبنته، بس صار معهم ظرف اليوم ما قدروا يجوا، بكره الصبح بيكونوا هون صدقني. هيدا اول انذار، يكون بعلمكم اذا ما رجعت البنت كل اغراضكم راح تحترق. حزتكم برات البيت، كل الناس صار تعرف هون انه بنتنا خطفها ابنكم. معكم للمساء والا بتصيروا بالحبوسه، تعمد خطف بنت غصب عنها. يلا شباب حولي شو كله من اياد، كل شيء عم يصير فينا من اياد. لك حرقنا خلطنا، خربنا بيتنا، رح يحطنا بالحبس. بس قسما بالله انا فشي والله رح انتقم منه. وبتشوفوا لوين رايح محمود؟ يعني اذا رجعت زهره بيرجع اغراضنا. يا زلمه حبيبي تعال عندي نحكي لنا كلمتين مع بعض. ليك ليك يا زلمه اسمعني، تعال عندي على الاوتيل نقعد نحكي مع بعض خمس دقايق وبعدين نروح وين ما بدك وعمل اللي بدك اياه. طيب الحمد لله ماشي. يلا انا ناطرك، بس توصل لتحت اعمل لي رنه. اوكي ماشي حبيبي يلا باي. يا ربي دخيلك اعطيني نعمة الصبر. ايه سالي خير؟ شو ما عندك غيري بهالحياة؟ ليش هيك عم تحكي رامي؟ ليه عم بتصرخ؟ شو صاير لك؟ عندي 100 شغلة هون سالي، حلي عني الله يرضى عليكي. حل عنك؟ أنا جاي لعندك على البيت كرمال حضر عشا وسهرة لاثنيناتنا بتقلي حل عنك؟ سالي فهمي شو عم بقلك كلمة كلمة. أنا هون عندي مشاكل لفوق راسي، بكفي مشاكلي مع أخي وما رح أرجع لحتى حلها كلها. يعني ماني راجع لا اليوم ولا بكرة، عم تفهمي؟ هيك لكن يعني أنا مش فرعانة معك ومنك مشتقلة ما هيك؟ ولك أنا مشغول هون ومشاكلي لفوق راسي، ما رح أرجع قبل ما حل كل مشاكلي. يعني ماني فاضي أشتاق لحدا. أنت ما بتحبني رامي مش هيك؟ أنت ما بدك ترتبط فيي وتكمل حياتك معي؟ بليز رامي قل الحقيقة ما تكذب علي. يا بنت الناس يا بنت الناس، أنا ما بعرفك لحتى أحبك وارتبط فيكي، ما بعرفك ما بعرف شي عنك. هي ليلة قضيناها مع بعض وكانت غلطة كبيرة وما لازم تنعاد. أنت بنت صغيرة وحلوة مليون شغلة بيتمنوكي ولساتك صغيرة على الارتباط. لازم تفكري إنك تكفي دراستك واختصاصك. أبوكي حاطط كل أماله عليكي، ما لازم تخزلي أبداً. لسه في قدامك سنين طويلة دراسة واختصاص لتطلعي جراحة عظيمة مثل أبوكي. بس أنا بحبك بحبك بموت فيك. بكرة بتنسي، بكرة بتنسي إنك كنتي بتحبيني وبتصير تضحكي على حالك. إيه لا حبيبي ما رح أنسى. اسمعني منيح رامي، أنا الليلة هون بدي أنطرك، بدنا نسهر للصبح سوا، شو فاهم؟ لا الليلة ولا بكرة، الليلة اللي قضيناها سوا أنت لازم تنسيها لأنه كانت غلطة. غلطة؟ إيه معك حق، غلطة كبيرة كمان، غلطة رح تكلفك حياتك كلها. هلا رايحة على الجامعة تشكى عليك بالإدارة، قال لهم إنك غريتنا كرمال أظهر معك يا دكتور. اعملي اللي بدك اياه، أنا ما عاد فارقة معي، أنا تعبت ومستعد أتقبل أي شيء. غلطت غلطة كبيرة ومستعد أدفع ثمن هي الغلطة غالي، مستعد لكل شيء، عم تفهمي؟ كل شيء. ألو رامي، ألو رامي بخرب بخرب. ليش طلع هيك؟ ربيتكم كلكم مثل بعضكم يا رب، ليش فادي طلع هيك؟ والله ربيتكم كلكم مثل بعضكم. روق بي روق، انت ربيتنا مثل بعض بس الواضح انه نحن مش مثل بعض. واضح انه فادي من غير طينه من غير نوع ناس. معقول الرجال يسلم أخته للرجال بده يعتدي عليها ويقتلها مقابل إرشاد؟ لك بالخبرية ما بتتصدق. دخلكم دخلكم قلبي رح يوقف. وينو ابني؟
وينو ابني يا صبح؟ وسام وينو خيك؟ دقيلكن انا ابني مريض ممكن يعمل بحاله اي شيء. جانا تقبريني يا امي تقبريني، انا مش قادره تلفله خايفه. اسمع لي شي خبريه، دخلك يا امي اتصلي فيه طمنيني شوفي لي وينو خيك. نبيل انت وين؟ انا شحطوني من البيت. لو خلصوني احكوا شو في؟ عمي حكونا من الضيعه اليوم وقال الوضع كثير كارثي. اجوا اهل زهره اليوم لعند اهلي وهددوهم وضربوهم وحرقوا كل الاغراض. قال اذا ابتعدت من العين وزهره ما بتكون عندهم اليوم راح يشحطوهم من البيت ومن الضيعه كلها. عمي الله يخليك، انت بتعرف انه انا ما فيي اعمل معهم هيك. فمنشان هيك فكرت انه الحل الوحيد نطلع اليوم انا وزهره ونواجههم. شو؟ مجد أنا ما فيي أطلع، أنا بعرف شو رح يعملوا، رح يجوزوني واحد قد بيي وأنا بنتحر إذا جوزته، بنتحر. أمي ما كانت تبليني بس هلا لا تستر لفضيحتي، اكيد رح تقبل تجوزني هالرجال. يعني هذا الرجال بشو احسن مني؟ ما كنت افهم. معه مصاري وعنده اراده. انت بالنسبه لاهلي ماشي مجد. انت شاب مهجر بتحب التمثيل والمسرح وفاشل. انت منزوع. بس بالنسبه لإلي انت كل شيء. انت حياتي، روحي، عمري وقلبي. كرمال هيك يا مجد ما لازم نطلع، بتخسرني اذا طلع. حبيبتي انت بتعرفي انه هذا هو الحل الوحيد من شانك ومن شان اهلي. واذا اليوم كمان بتنامي برات البيت اهلك ما رح يسامحوكي. زهره انت بتعرفي انه ما حدا رح يخاف عليكي قدي. واذا كمان بتبعدي عن اهلك رح يزيد حقدهم علي وعليكي. ما هيك عمي؟ مجد معه حق، لازم تطلعوا كرمال أهله وكرمالك لازم تطلعوا. بس أنا رح أطلع معكم، رح أترك كل شيء وأطلع معكم. عن جد عمي؟ أكيد رح تطلع معنا؟ إيه، ما رح أقبل أبداً إنهم يؤذوك أبداً. أنا ممنونتك، ممنونتك كتير. طيب قوموا جهزوا حالكم يلا، هلا عندي كم شغلة بخلصهم وبعدين بنطلع. زهرة احكي مع أهلك وقولي لهم إنك طالعة، بلكي بيبرد قلبهم شوي. حاش تبكي ماما، بشرفك. هيدا ابني يا ناس، فادي عنده مشاكل كتيرة، بخاف يعمل بحاله شي. فادي مش لازم يظهر من البيت، لازم يضل كل الوقت تحت عيوني عم راقبه كل الوقت. كيف بيكون هلأ بلا مأوى؟ مين عم يهتم فيه؟ مين عم بيطعميه؟ أنا أكيد إنه رح يقتل حاله، أكيد رح يقتل حاله. شو هالمصيبة هيدي يا عمي؟ أنا شو بدي كيانا نعمل؟ جاري بيخطف جانا ويقبض عليها مصاري ويسلمها للمجرمين ونحن بنضحك له ونجيب له الترويقة على التخت تما ينتحر يعني؟ ما فيك تفهم اللي عم قوله أمي. بعرف إنه اللي عم قوله ما حدا بيفهمه غير قلب الأم. الأم اللي بتسامح، اللي بتحمي ابنها حتى لو بده يقتلها. أنا فهمان عليكي أمي، فهمان عليكي كتير منيح، مع إنه لازم أزعل منك من اللي عم تقولي. بعرف إنك بتحبي فادي، بس أنا كمان بنتيك. أنا كنت انخطفته يمكن كنت مت كمان. أكيد بخاف عليك حبيبتي، بس أنا بعرف إنه أنت ولا ممكن تأذي حالك. بس فادي كان ممكن يأذيني ويمكن كانوا قتلوني كمان. أنا ما بخليه، جيبوا لي إيه
بجربوه هون بالبيت، ما بخليه يجي صوبكن. إنه فادي رح يقنع منك ما هيك؟ إيه، أنا بهتم فيه، أنا بنطره ليل نهار، ضل راقبه، ضل راقبه، بحميكن منه، بحميه من حاله. دخيلكن يا أمي ردوا لي على البيت. طيب شو بدك أنا نعمل؟ نخلي وسام يروح يجيبه على البيت؟ لا، بالأول بالأول بدكم تحكوا بيكم ليقبل هو يردوا على البيت، وبعدين نشوف شو بدنا نعمل. أنا بحكي مع البابا، بس إذا فادي رجع على البيت بدك تنتبهي له منيح وتنتبهي منه. يعني أي شيء عاطل بيعمله بدك توقفي بوجهه وتتصلي فينا دغري. تقبرني يا أمي، تقبرني، الله يخليني هيك، تقبرني، رد لي خياك على البيت، تقبرني يا حبيبي، رد لي جنى، ردوا لي خيك على البيت، ردوا لي. روقي روقي ماما روقي، مع إني زعلانة منك بس بموت بحنيتك. هيدي هي أم الحنون اللي بعرفها، هيدي أم اللي من وراها طلعت حمارة بهالدنيا. لا بعرف أكره ولا بعرف أحقد. يا حبيبتي هيك لازم، الحقد والكره بيقلبوا صاحب، انتي مش هيك. أخبريني أمي، أخبريني كتير، اشتهت لرياحتك. يا طوبري قلبي، تعي لقلبي يا عمري أنتي، تعي لقلبي يا عمري. قفش لي أنت على قشط واحد ونايم عليه. قطع لي هادي ومعلاك تاني. ها أخوي طيب. أنا بقول له سهل. عامل ايه؟ نبيل أنا تعبان شوي، فيني روح ارتاح عندك بالبيت؟ يا أخوي خذ المفتاح اهو. ألف. في حدا عندك بالبيت؟ مفيش حد إلا الكلب. يا دمشي يا هبل يا. عن جد فيلا مظبوطة يا روحي. أمال أصحاب ليه؟ في مجال تركزوا معي شوي، عندي شيء كثير مهم لكم اياه. حبيبتي لبستي تيابك؟ بعدك مش منيحه. ما ضاعت علي همي امي، انا كثير منيحه. كنت قاعده عم فكر باللي صار، ولقيت اني غلطت وغلطت كثير كمان. اغلاط يمكن ما بتسامح عليها. اول شيء غلطت بحق حالي، بحقكم، بحق وسام واخته لوسام والكل. أنا كنت كتير ضعيفة قدامه، هو أغراني، كان أقوى مني لدرجة حسيت إني بحبه كتير، حبيته بسرعة، بس هالشي كان غلط. وليكو لما انفضحت القصة خاف على جنى وعلى عائلته وتركني وما بقى بده إياني، وأنا كمانه لما انفضحنا خفت على حالي وعلى وسام وعليكم. هيك كانت القصة مثل اللعبة، وكأنه كنا مبسوطين نعمل الشي الممنوع بس لأنه ممنوع. أنا وعيت تماماً ماما، والكف يلي أكلته من بيي وعيني كتير، مع أني برفض أنك تضربني، بس حسيت أني وعيت. خلص أنا وإياد خلص، ما بقى لا شوفه ولا رح أحكي معه، هو كمان أصلاً بده نفس الشيء. الحمد لله الخلطة خلصت على بكير. خلصت على بكير، بس تركت وراها أذى كتير كبير، والغلطة لما بتصير ما بعود فيكي تلغيها، بتحطي لحد بتوقفيها، بس ما فيكي تلغيها. شو قصدك؟ قصدي انه
قبل الغلطة شي وبعد الغلطة شي تاني. في وسام بدأ. وسام مش رح يسامحني. أصلاً إذا هو بده يسامحني أنا مش رح أقبل. بعدين مش معقول أقبل هيك أرجع أتلاقى بجنى كأنه ما صار شي من قبل. إنه إذا جنى قررت ترجع لإياد وصاروا عائلة واحدة نرجع كلنا نصير عائلة واحدة وهيك كأنه ما صار شي، لا ولا ممكن. أنا بحاجة إني أبعد عن الكل. قصتي أنا ووسام ما تعتلوا همها. واطمنوا أنا وإياد خلصت قصتنا نهائياً. أنا من قلبي بعتذر على كل اللي صار. وبوعدكم إنه هيك قصص متهورة ما بقى رح أرجع عيدها. أنا رح روح سوق سيارتي وأسمع موسيقى على العالي لحتى أنسى اللي مرقى فيه. ميرسي انكم سمعتوني. كذب، كل اللي عم بتقوله كذب. وهتياب اللي لبستهم ما بيدلوا ابدا انه رايحه بالسياره تسمع موسيقى على العالي. بعرف هلا رايحه بالسياره بس لحتى تحكي معه وتقدر تشوفه. البنت علقت باللي اسمه اياد والقصه مش رح تخلص هون معها. ممكن تعطيني جاكيت؟ لوين؟ رايح شوف نادية بركي منلاقي حل. هلأ بتعتبر إنه هاي القصة أهم من قصة بنتك؟ هيدي مهمة وقصة بنتي مهمة وأنا ما عم بهمل ولا وحدة منهم. بنتي أنت بتعرفي ما بنقدر نسربها بالبيت ولا ممكن نتعامل معها بالقوة أحسن ما تهرب ويصير وضعها أسوأ. أنا عم تابع قصة بنتي كتير منيح معها. لا لا ما فيني شوفك هلأ، وضعي كتير صعب ولازم اطلع الضيعة لعند أهلي. ابن أخي والبنت اللي معه ظرفهم كتير خطير ولازم أكون موجود، ومضطر أترك زينة مع جنى هون بالأوتيل. طب خدني معك على الجبل، بطلع معك بعدك ما حدا بيشوفني. لك وين بدي أخدك معي؟ ما بقدر أخدك معي، عم قلك وليك في مشاكل وناس جاني جنونة، كتير صعب أخدك معي. مدك مشتاق لي. لك اشتقت لك كتير كتير اشتقت لك، بس مالي قدران كون معك هلا. انا متضايقه كثير، قاعده عم دور بهالسياره مش عارفه وين بدي اروح، مش قادره غير فكر فيك، مش عم بقدر شيلك من راسي اياد. تينا بليز ما تصعبي علي، بترجاكي ما تصعبي علي هالقد. تفيق اجي اشوفك بالاوتيل بليز. قلي ولك يا حبيبتي وين بدك تيجي تشوفيني بالاوتيل؟ مجنونه انت؟ بدك تيجي على الاوتيل؟ يعني هون في زينة وبعد شوي بدها تجي جنى وفي رامي واحتمال وسام، لا هون ماله أمان بنوب. الحمد لله عمتي مشي الحال. مجد وزهرة جايين رح يجوا مع إياد. لكان روح أقول للمضروبة جمال خليها تقول لقبيلة بني عبس يلي وراها يحضروا حالهم مشان يجوا لعنا لحتى يتفاوضوا معنا على البنت. إيه عمتي قلتك رح يعملوا شي لمجد؟ لا، إذا أخوك أعطاهم مصاري وكتر بيقبلوا، هدول بيموتوا على القرش. ولا تخاف ما حيقربوا على ابنك. يلا الله يسمع منك. اخ روحيني يا قلبك يا ام محمود، طلعتي اذكى وحده فينا، متي على بكير وارتحتي من هالحياه. طول عمرك ذكيه وبتحسبيها على اللسي ومن تحت لتحت. لك شو لك، خدها من وشي، لك خدها من وشي، خدها من وشي. شو بدي احكي وشو بدي اقول؟ نيال يلي ماتوا. اي والله نيال يلي ماتوا. Woo!
شو أمي؟ بعد في شي مسبة ما سبيتوني إياها؟ لا يا حبيبي، لا يا تقبرني. إخواتك خلص سامحوك، وأنا وبيك بدنا إياك ترجع على البيت. هيدا بيتك يا فادي، ما بيشوط تظهر منه أبداً. خلص أمي خلص، بيلي غراضي وأنا عشير حاجة أخذهم. لا يا حبيبي، لا يا تقبرني، أنا وبيك ما فينا نعيش من دونك. بيلي قطبي لي غراضي وفري علي، أنا ما معي مصاري كرم من أشتري تياب جديدة. طبي لي غراضي وأنا عشير أحمر وأخذهم. باي أمي. ما بده يرجع. شو بدك عزيمة نقول لك تفضلي يعني؟ زينة وين؟ هلا هيك صارت بيناتنا؟ زينة وين؟ يعني أنا مالي موجود بنظرك؟ لا، مالك موجود. يعني أنا لو ما طلبت منك إنك تقعدي مع زينة ما كنت شفتك؟ لا، أكيد ما كنت شفتني، لأنه ما عندي شيء إلك إياه، ما بدي منك شيء. واضح إنه كل اللي حكيته معك ما أثر فيكي، ولا حابة تساعديني إنه نطلع من هاي المشكلة اللي إحنا فيها هلا. ساعدك؟ مشكلة أنت وقعت حالك فيها، أنت بتطلع حالك منها. لما فت بالمشكلة ما جيت استشرتني، ليه هلأ بدك مساعدتي؟ أنا مرة مجروحة كتير إياد، كتير. يا ريت ما تنسى هالشي ولا لحظة. معك حق. إذا بدايك إنه تضلي مع زينة، خلص باخدها معي. أكيد لا، وحتدخل زينة بالموضوع. زينة مثل بنتي. قدي بدك وقت لتجهز؟ يعني شوي تاني بدي أمشي. أنا رح كون عند رامي، دقيت له وحسيت صوته مش منيح، رح روح لعنده. بس تجهز احكيني لهونيك. ليه موتر راسك هيك؟ طلع فيي، صار لي أكتر من نص ساعة هون لحكيت معي كلمة ولا حتى تطليعة. ضايع، ضايع وحاس حالي ضعيف، ولا كتير بكره ولا هاد الإحساس، كتير كريه إحساس الضعف والخوف، بكرهه كتير. ضعف وخوف؟ من مين؟ وعشو؟ خايف على أخي يزن، مو شكله رح يجي يشوفني، يضل بيوعدني ما بيجي، بتصل فيه ما برد، كل ما بغمض عيوني بشوفه غرقان. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، لا تخليني أعيش هاللحظة. ما تتشائم هالقد حبيبي. بعدين خلص أكيد ما رح نخلي روح بالباخرة، وإنت طبيعي تكون مزعوج من قصة سالي وخايف تخسر شغلك. طبعاً خايف أخسر شغلي وكل شي بنيته هنيك. أنت بتعرفي هنيك إذا طردوا الواحد بشان شي أخلاقي ولا أي جامعة تانية بتقبل فيه، هيك رح أضطر أجي لهون، لأنه نزلتي على الشام هلأ ما أنا واردة أبداً.
منين اجتك هالمصيبة هلا؟ طب اعمل شي، روح اضحك عليها، سيرها، اعمل شي لتظبط الموضوع. ما عم بقدر، ما عم بقدر حتى اتخيلها. بتعرفي اذا هي بتقرب مني حاس حالي ممكن اقتلها. هذا اكيد يزن. بقدر احكي مع جنى شوي؟ تفضل. انا جاي مشان زينة، نزل لك اياها لهون ولا تطلعي لعندها؟ لانه صار لازم امشي. انا بطلع لعندها، بعدين كنت عم فكر انا ورامي نطلع نتغدى برا. رح اخدها معنا اذا ما عندك مانع، بنت مطبقه على قلبها. لا ما في مشكله طبعا. ايه يزن، وينك انت حبيبي؟ طيب يلا نازل عندك فورا، انا مضطر انزل لتحت على اللوبي، اخي هلا وصل لتحت. انتوا كملوا حديثكم وبعدين سكروا الباب وراكم. عشان تضلي طول الوقت مع رامي. ما امزح معك، ما حاسس هو بحبك وانت طول الوقت عم تهربي منه؟ صح، ما كان بدي اياه يتعلق فيي، كان بدي اياه يبعد عني. وانت هيك عم تبعدي عنه؟ طول الوقت قاعده بالسويت معه لحالكم وفوق كل شيء عم تطلعوا مشاوير؟ من امتى؟ من هلا وبالرايح. من هلا وبالرايح؟ ما عم بفهم شو قصدك؟ ما عم بفهم. قديش صعب عليك تتخيل اني ممكن احب رجال تاني؟ قديش اياد قل لي؟ طب يومين حبيت مرة غيري. خياني مش صعبة، خياني سهل كتير، أي لحظة فينا نلاقي حدا تاني نخون معه. بس الصعوبة انك ما تخون، هون الصعوبة، عرفت كيف؟ أول مرة بشوف النظرة بعيونك، كتير متغيرين. نظرة عيونك، صوتك، حتى وشك. معقولة تكوني تغيرتي لهالدرجة بهالسرعة؟ بعد ما شفت شي. الله يخلي اللي أسداني بهالسرعة. تأخرنا على زينة، ما هيك؟ يزن الحمد لله اللي شفتك هون، الحمد لله على سلامتك. أنا اشتقت لك كثير. شو هالاوتيل الفخم هاد؟ الله يسمعنا الاخبار الطيبه. شبك اخي؟ عم بقول لك اشتقت لك. هيك بترد علي؟ وانا كمان اشتقت لك. تاخرت عليك، مرقت عند هدول الجماعه اللي حكيت لك عنهم، اللي بيعرفوا بتفاصيل الرحله. قعدت معهم شوي وحكينا، عشان هيك تاخرت. لساتك عم تحكي بموضوع الرحله؟ بشو بدي احكي لك انا؟ شي حفله رقص يعني؟ يزن اسمعني منيح شو بدي اقول لك. بشرفك رامي، ما بدي احكي بهذا الموضوع، هذا الموضوع منتهي. شو يعني منتهي؟ تعال شوف. فكر حياتك ومستقبلك ملكك لحالك وتتصرف فيهم كيف ما بدك. عود. عود واعطيني وقت خليني اشرح لك. لسا بدي اعطيك وقت؟ حبيبي، انت عايش بلندن ونسيان الوقت اللي عم بيمرق عليك، على قد ما الحياة حلوة. تعال شوف عنا ما أحلاه، الساعة مثل الدهر ونهار ما بيخلص، ولو بتشوف الليل ما أحلاه. هذا الحكي كله أنا بعرفه يا زلمة. بتعرفه بس ما أنك عايشه حبيبي. أنا خلص تعبت إنه ما في بلد بيستقبلنا. كرهت حالي يا زلمة، صرت بتمنى أكون ختيار عايش هاليومين الباقيين ببلد متحضر.
أحسن من هالعيشة اللي عايشها. أنا فهمان عليك، بس أنت بتعرف شو يعني الهجرة بالبحر، ما هيك؟ طبعاً بعرف، وشفت مين مات وشفت كل شيء، وإنه الراحة بالبحر شبه انتحار، بس أحسن من هالعيشة اللي عايشها انتحار كامل. على القليلة بكون جربت. طيب أعطيني بس يومين. وشو بدك تعمل بهاليومين؟ خلص أنا بتصرف، بس أنت أعطيني يومين. خدهم شو أنا عم بقشطك ياهم، وخذ الأيام كلها كمان أرياح. بس وعدني وحليف وحياة أمك إنك ما تسافر خلال هدول اليومين. بدون ما أحلف، باخرة قبل أسبوع ما في، معك سبعة أيام. كتير منيح. أنت أكيد جوعان صح؟ شو جوعان؟ ميت من الجوع. لك خس الجوع، انطرني شوي، أنا بيطلع عندي شغلة صغيرة، بعدين بنروح أنا وياك بناكل بأطيب مطعم. لك ماشي. ألفان بطاطا. شو بدك رح تطلب البنت؟ يا أبو الفوت، عجبك القصة بتاعي؟ بتعكل ليه؟ هزقوك وطردوك من البيت طبعا، مش كده؟ يعني اقل كلمه يا كلب و يا واطي بلا شرف، يعني حكي هيك عم وجنب. انت عارف هما ليه بيعملوا معك كده؟ عشان ما بتجيب لهمش فلوس. شوفوا اختك جنى متطلقة أو مسافرة أوروبا وعايشة مع راجل متطلق، ويمكن كمان تكون عارفة رجالة تانيين، بس كله مطنش، محدش في دماغه شايل فلوس، محدش بيسأل جايبها منين ولا إمتى ولا إزاي، آخر همهم يا معلم. المهم بتجيب فلوس. أنا بعرف إني بلا نفع وبلا عايزة، عايش عيلي على عيلتي وعلى المجتمع، بس ما عم تزبط معي. عم جرب كون رجال منيح بيشتغل وبيطلع مصاري، بس كأنه الحياة ماشية بضدي. ما بعرف شو بدي أعمل. خليك معي، بقالي سنتين أهو من غير لا شغلة ولا مشغلة، بس ربك بيرزق. عمري ما جيبي كان فاضي. احمي زي وخليك معايا وربك يمشيها. طيب انا في اقعد معك هون، انا كنت طلعت مصاري واستاجر بيت. ده بيتك ابو فود، بيتك. بترجيكي ببوز ايديكي، ما بقى تدقيلي ماما، بترجيكي. يا عمي انا منيحه، والله العظيم انا منيحه، وبكون احسن اذا بتوقفي تدقيلي كل خمس دقايق. انا اسف مره ثانيه اذا جبرتك بزينه. اوعى تقول هيك، بحياتي ما كنت مجبوره بزينه، هيدي حبيبه قلبي. طيب يلا باي. ما قلت لي شو صار مع تينا؟ شو صار بشو يعني؟ ما حكيتك؟ بليز ما تقلي لا، لأنه أكيد ما رح صدقك. لا حكتني، حكتني وقالت لي إنه أهلها عرفوا وجن جنونه، ووسام كمان،
وإنه هي خايفة كتير وحاسة إنه عملت شيء كتير كبير. وبعدين شو بدها تعمل؟ شو طلبت منك مثلاً؟ بعدين قالت لي إنه هذا الشيء اللي صار لازم يخلص، لأنه هو بالأساس غلطة كبيرة وما كان لازم تصير. وأنا قلت لها إنه أنا بدي أقول لك نفس الكلام وبس، سكرت التليفون وخلص. أنا أصلاً عم بسألك كرمال وسام مش كرمالي أنا وياك، لكن بدي أشوف قد إيه هالبنت بتستاهله. عن جد شي بيشرف. إذا بيناسبك تاخدي زينة تنيميها عندك ما في مشكلة، المهم تعملي الشي اللي بيريحك. ما بيرد بس يجي ياخد اغراضه. اني له انه بي ابنه هو يرجع البيت. انا لازم امشي. طيب حبيبي دير بالك على حالك. اوكي باي بني. انتبه على اختك ليقوم ياذوها نبيل وفادي. ما تخاف اصلا رايح لعندها. شوي 5 دقايق بس بدي اشوف شخص مشان شغل. طيب ماشي. انتوا فيكم تنطروني بالسيارة او هون؟ لا بنستناك هون احسن. طيب ماشي ماشي ما بتأخر. يا ريت
كسر قلبي مثل الأيام صابوا لعمالي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الأيام كنا أنا وانت بقلبك محلي وجوا قلبي انت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي صعب كمل حياتي آه يا زمان يا شو بعمل